بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح الجلسة. أسعد الله صباحكم بكل خير. نبدأ بتلاوة أسماء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. الأخ الأمين العام تفضل. شكرا مع الرئيس. لا يوجد متغيبون بدون عذر في الجلسة السابقة. المعتذرون عن حضور جلسة هذا اليوم سعادة العضو رضا إبراهيم عبد الله منفردي، السفر في مهمة رسمية بالتكليف من جهة أخرى. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. ننتقل إلى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فإذا هناك أي ملاحظات إذن تعتبر المضبطة مصادق عليها. ننتقل إلى بند الرسائل الواردة. الأخ الأمين العام تفضل. شكرا مع الرئيس. الرسائل الواردة: رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينن رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، اختار المجلس بحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. الرسائل الداخلية: الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بقانون رقم 22 لسنة 2018 والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء رضا عبد الله فرج، بسام إسماعيل بن محمد، صادق عيد آل رحمة، ياسر إبراهيم حميدان، دلال جاسم الزايد. اختار المجلس بحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع اختار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة دال من المادة 23 من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2018 والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء الدكتور عبد العزيز حسن أبل، صادق عيد آل رحمة، رضا عبد الله فرج، ياسر إبراهيم حميدان، جميلة علي سلمان. اختار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع اختار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بقانون رقم 31 لسنة 2018 والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء رضا عبد الله فرج، بسام إسماعيل المحمد، جواد حبيب الخياط، درويش أحمد المناعي، خميس حمد الرميحي. اختار المجلس بحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع اختار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. شكرا معالي الرئيس. إذن مقرر الرد على الخطاب السامي. أسأل الله صباحكم بكل خير مع الرئيس والأخوة الأعضاء. أطلب تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة؟ أغلبية موافقة. تفضل. بناء على قرار مجلس الشورى في جلسته الثانية من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس والمنعقدة يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019 وبناء على القرار التنفيذي رقم 1 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2019 بشأن تشكيل لجنة إعداد الرد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس وتكليف اللجنة بإعداد تقريرها بشأن مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي لعرضه على المجلس الموقر خلال 4 أسابيع من تاريخ قرار سالف الذكر، فقد تشكلت اللجنة برئاسة سعادة الأستاذ جمال محمد فخرو النائب الأول رئيس مجلس الشورى وعضوية كل من أصحاب السعادة أعضاء المجلس الآتية أسماءهم: الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني رئيس مجلس المجلس عضوا، الأستاذ جواد حبيب الخياط عضوا، الأستاذ خالد حسين المسقطي عضوا، الأستاذ خميس حمد الرميحي عضوا، الأستاذة دلال جاسم الزايد عضوا، الأستاذ ضرب إبراهيم منفردي عضوا، الأستاذ سمير صادق البحارنة عضوا، الأستاذ عادل عبد الرحمن معادة عضوا، الأستاذ عبد الوهاب عبد الحسن المنصور عضوا، الدكتورة فاطمة عبد الجبار الكوهجري عضوا، الدكتور منصور محمد سرحان عضوا. ولتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالأجراءات التالية: عقدت اللجنة الاجتماعات التالية: الاجتماع الأول 24 أكتوبر 2019 والاجتماع الثاني 12 نوفمبر 2019،
واطلعت اللجنة على الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس. اطلعت اللجنة على ملف صحفي تناول أبرز ما ورد في الصحافة المحلية حول الخطاب الملكي السامي. أربعة، اطلعت اللجنة على الخطابات الملكية السامية السابقة وردود مجلس الشورى عليها. خامسا، تتوجه اللجنة بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور منصور سرحان عضو اللجنة تقديم مسودة أولى اعتمدتها اللجنة كقاعدة أساسية. تم تشكيل لجنة مسقرة مكونة من سعادة الدكتور منصور سرحان وسعادة الأستاذ خميس الرميحي لما أشخت المسألة الأولى وإعداد مسودة نهائية للعرض على اللجنة. سابعا، خاطبت اللجنة أصحاب السعادة الأعضاء لإبداء ملاحظاتهم وتصوراتهم بشأن مشروع الرد لمناقشته في اجتماعه اللجنة بقية إثراء الرد وليصدر معبرا عن رأي جميع أعضاء المجلس. وقد تلقت اللجنة ملاحظات قيمة من كل من سعادة الأستاذ أحمد مهدي الحداد عضو المجلس، سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال عضو المجلس، سعادة الدكتورة فاطمة عبد الجبار الكوهجي عضو اللجنة عضو المجلس. وتدارست اللجنة كل الملاحظات التي وردت إليها وأخذتها بعين الاعتبار وضمنت كثيرا منها في مشروع الرد. حضر اجتماعات اللجنة من الأمانة على المجلس كل من هيئة المستشارين القانونيين الدكتور نوفل عبد السلام قربال رئيس الهيئة، الدكتور علي حسن الطوالبة نائب رئيس الهيئة، إدارة شؤون اللجان السيد جواد مهدي محفوظ مشرف شؤون اللجان، إدارة العلاقات والإعلام علي عباس العرادي أخصائي إعلام. واختارت اللجنة مغري الموضوع الأصلي والاحتياطي طبقا للأعمال اللائحة الداخلية، واتفقت على اختيار الأستاذ خميس حمد رميحي مقررا أصليا والدكتور سعادة الدكتور منصور سرحان مقررا احتياطيا. ثالثا، توصي اللجنة الموافقة على المشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، والأمر متروك لمجلسكم الموقر. شكرا جزيلا. الأخ عبد الرحمن جمشير تفضل. بداية أشكر اللجنة ورئيسها على هذا التقرير الوافي، وأرجو أن يحظى بنقاش مستفيض من قبلكم. أنا عندي بعض الملاحظات أرجو أن تؤخذ بعين الاعتبار. صفحة 18، الفقرة المتعلقة بالنفط، السطر الرابع، وبعد موارد النفط والغاز يضاف وتبني سياسات تيسر الاستثمار في هذا الغطاء. كما تضاف فقرة جديدة ومتصلة في النهاية الفقرة، كما أن تدشين مجموعة من المشاريع التنموية الكبرى في قطاع النفط والغاز والتي تم الإعلان عنها مؤخرا، والمشاريع التي سوف تعلن عنها مستقبلا سوف تخلق آلاف من فرص العمل للمواطنين البحرينيين. صفحة 19، المتعلقة بالأمن الغذائي، أرى استبدال الفقرة بالفقرة التالية. صاحب الجلالة، إننا في مجلس الشورى نثمن عاليا ما جاء في خطابكم السامي بالجهود العالمية المتواصلة في إيجاد الحلول لارتقاء بجودة حياة الإنسان واستمرار تمتعه بالعيش الكريم، وتوجيه جلالتكم حكومتنا الرشيدة بوضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء مع تخصيص المواقع والأراضي اللازمة والمتعددة له، والعمل على الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي مع الاهتمام بالاعتماد على القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي مع الحفاظ على خبرة أصحاب تلك المهن ليكونوا جزءا أساسيا من تلك المشاريع. وإننا يا صاحب الجلالة في مجلس الشورى سوف نكون عونا للحكومة الرشيدة في المجال التشريعي لتحقيق رؤى وتطلعات جلالتكم الحكيمة لتطوير القطاع الزراعي وإنتاج الغذاء النباتي والسمكي واللحوم بأنواعها، والوصول إلى مرحلة تحقيق الأمن الغذائي، الهدف الذي تأملون جلالتكم لتحقيقه لشعبكم الوفي. وشكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ جواد عبد الله حسين تفضل. أسعد الله صباحكم هذا بكل خير. سيد الرئيس، أتكلم عن الفقرة التي تحدثت
عن فئة الشباب. الفقرة هذه سيد الرئيس وردت فيها سطرين فقط، ونحن نعلم، كلنا نعتز ونفخر بأفكار وتطلعات الشباب، ونحن نشعر بأن علينا أن نستمع إليهم وأن نحاورهم وأن نتحسس احتياجاتهم وأن ننفذ إلى أعماقهم، لأن الشباب هم المستقبل، ولذلك فإن مسؤوليتنا في دائرتهم هي مسؤوليتنا عن المستقبل، وعلينا أن نضع المستقبل من خلالهم. ولا شك سيد الرئيس أن مجلسكم الموقر هو من أحرص المجالس على الشباب، والدليل على ذلك لوجود لجنة في المجلس تسمى بلجنة الشباب. سيد الرئيس، هذه اللجنة لها دور كبير وفعال جدا، ولها من الأنشطة والفعاليات في كافة المجالات التي تتعلق بشؤون الشباب. وأنا ألاحظ الملحوظ أنه لم يذكر عن هذه اللجنة ولا عن أنشطتها ولا عن فعالياتها الكبيرة التي تخدم بصورة مباشرة شؤون الشباب. فكنت يعني أرغب لو يكون كم من كلمة تتحدث عن هذه اللجنة وعن أنشطتها الكبيرة وعن دورها الفعال في خدمة والارتقاء بأمور الشباب وشؤونهم. شكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ أحمد الحداد، تفضل. بداية أود أن أتقدم إلى اللجنة الموقرة على هذا التقرير المسهب. في الواقع اطلعت على التقرير الأولي للجنة، وأرسلت عدة ملاحظات في هذا الشأن، وأنا في هذا المضمار أود أن أشكر اللجنة الموقرة التي أضافت بعض النقاط التي أرسلتها للجنة. سيد الرئيس، بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان إلى صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله على هذا الخطاب الوافي الذي من خلاله رسخ ووضع سياسة حكيمة يتطلب من الحكومة الموقرة العمل على إيجاد برنامج عملي لتنفيذها. وفي هذا الخصوص مع الرئيس أود أن أشير إلى بعض النقاط التي تفضل بها جلالته حفظه الله. أولا، الاقتصاد الرقمي، والبحرين طبعا بدأت هذا المشوار منذ سنين طويلة. ثانيا، الذكاء الصناعي، كذلك البحرين خطت خطوات كبيرة في هذا الشأن، والكل يعي ويعرف هذا التوجه منذ سنين طويلة. ثالثا، مع الرئيس، تغيير المناخ والمحافظة على بيئة جيدة بالنسبة للبحرين، ونحن نذكر هذا الموضوع وجهود الجهات المعنية في الدولة التي تقوم بكل أمانة في المحافظة على بيئة صحية للمواطنين في البحرين. مع الرئيس تطرق جلالته كذلك إلى نقطة جدا مهمة، وهي الأمن الغذائي. مع الرئيس، البحرين كانت سباقة في هذا الشأن. خلال السبعينات في الجفير كان هناك زراعة أسماك، والبحرين تطورت تطورا كثيرا في هذا المجال، ولكن مع الأسف توقف هذا المشروع، وهناك دول كثيرة في المنطقة سبقتنا. مع الرئيس، قبل يومين قرأت مقال أو خبر دبي الآن تقوم بزراعة آلاف الأسماك من السلم، وهذا النوع من الأسماك مع الرئيس الكيلو يكلف 10 دينار. واستفادت دبي من دول كثيرة، الدنمارك، بريطانيا، الولايات المتحدة، وكذلك تدريب كوادر إماراتية
فنتمنى من الجهات المعنية في الحكومة الموقرة الاستفادة من هذا التوجه. مع الرئيس قبل شهرين كان هناك تقرير مطول في البي بي سي عن نفس هذا الموضوع، وكان لمدة ساعة وكان شيقا، ونحن يعني نتمنى ونبارك لدولة الإمارات العربية هذا التوجه، وأأمل أن البحرين المسؤولين بالحكومة الموقرة أن يستفيدوا من هذه التجربة الطيبة. وشكرا مع الرئيس. شكرا. الأخ حمد النعيمي تفضل. جاء في الخطاب السامي الفقرة الثانية الذكرى المئوية لعدد من المجالات التنموية وبشواهدها المعنوية ومؤشراتها المادية، ذكر في الخطاب التعليم وكذا. لذا أقترح على حضراتكم على معاليكم الإشادة إلى الذكرى المئوية لتأسيس وزارة الداخلية اللي تصادف احتمال الشهر القادم، وتضاف إلى الفقرة الأولى في الرد على المشروع بعد التعليم. والأمر لكم. شكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ دلال الزايد تفضلي. صباح الخير. صباح النور. طبعا أنا من ضمن أعضاء اللجنة، ولكن بعد ما يعني حالفني الحظ أن أحضر معاهم لتواجدي في مهمة رسمية، ولكن أشكر الأخ جمال فخرو والأخوات والأخوان اللي عدوا هذا التقرير. أنا ما عندي طبعا أي تعديل لأنه كان باستمرار رئيس اللجنة يزودنا، بس عندي ملاحظة. جميل نحن سمعنا عدد من الملاحظات من الإخوان فيما يتعلق في بعض الفقرات الهامة التي تم إيرادها من ضمن الخطاب السامي لجلالة الملك. طبعا الشق اللي احنا دائما ننتظره في هذا الخطاب هو الأحكام، بما معناه الأحكام التوجيهية، بماذا نسلط عليه الضوء في الدور اللي احنا نكون مقبلين عليه. لذلك الآن لما سمعنا عدد من الملاحظات حول تجارب دول خليجية مجاورة أو دور مأمول أو أن أي شيء وجدناه، من هنا ينطلق دور المشرع في ماذا يركز في المرحلة المقبلة. أكثر شيء أنا أفخر فيه أيضاً أنه تم ذكره، اللي هو بالنسبة لتطبيق العقوبات البديلة. هذه طبعاً إحنا كقانونيين تسلمنا عدد من الاقتراحات أيضاً من الدول في كيفية عمدة البحرين إلى تطبيق هذه الأمر، اللي هو موجود في قطاع وزارة العدل. التعاون الكبير ما بين القطاع الخاص لتطبيق هذا باستبدال العقوبة السالبة للحرية في جرائم معينة، فعلا هذا شيء تميزت وتفوقت فيه البحرين، وإحنا نتمنى إن شاء الله أن يكون فيه تكاتف أكثر، وأن تنطلق أيضا من عدد من الأمور التي تم ذكرها الآن عدد من الاقتراحات حسب ما تم التطرق له في فقرات هذه الرد. شكرا معالي الرئيس. على كل، إذا ما في أي مداخلات أخرى، أنا أقترح عليكم أن نعيد مسودة الرد إلى اللجنة نفسها، إلى رئيس اللجنة والأخوة أعضاء اللجنة، تمهيدا لإدخال التعديلات اللازمة عليها بناء على مداخلات الأخوة الأعضاء، ثم ترفع إلى هيئة المكتب لإقرارها بشكلها النهائي. فاتفقنا؟ أبو ناصر تفضل، حياك. معالي الرئيس، قبل ساعة الأخوة الأعضاء، تتكرر في خطاباتنا دائما كلمة الأمن الغذائي، وفي اللغة المعرف لا يعرف. ما هو الأمن الغذائي؟ ومن المسؤول عن الأمن الغذائي من الجهات المسؤولة؟ ما زلنا نستورد من برا أشياء كثيرة استهلاكية زراعية، وأصبحت كلمة إنشائية. يجب أن يكون نضع النقاط على الحروف لما نتكلم عن الأمن الغذائي. يجب أن يوجه السؤال للمعني في الوزارات بالأمن الغذائي، وليست الكلمة الأمن الغذائي كلمة إنشائية تصاغ في الخطابات. فأرجو أن يؤخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، وأعتبر هذه الملاحظة توجيه سؤال للمعني في الوزارات ماذا أعد للأمن الغذائي.
والسلام عليكم. ننتقل إلى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون وتعديل المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى. الأخ المقرر. أرجو تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة؟ أغلبية موافقة. تفضلي. تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن مشروع القانون بتعديل المادة 3 من المرسوم بقانون 2 لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، وذلك بناء على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 20 أكتوبر 2019 بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والتي عدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور العقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس. ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية وإضافة المنظر الجمالي وتوفير مساحات ساحلية للترفيه مع توفير البيئة التحتية اللازمة للسياحة البحرية ووسائل النقل البحري. يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجية من مادتين، حيث نصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني. النص الآتي يحدد التخطيط العام للمدن والقرى الاستعمالات المختلفة للأراضي التي تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية واحتياجات المواطنين بها من تحديد مواقع الخدمات العامة والممرات المائية والمناطق الأثرية إن وجدت بهدف تأمينها والحفاظ عليها. وفي جميع الأحوال يراعى عند إعداد مشروع التخطيط العام بيان برامج أولويات التنفيذ وتحديد حيز للتوسع العمراني في المستقبل ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه. وجاءت المادة الثانية تنفيذية. وبعد تدارس الآراء والملاحظات وتبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة في حضور المستشار القانوني والاطلاع على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي جاء مؤكداً على سلامة المشروع من الناحية الدستورية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته والذي انتهى إلى الموافقة على مشروع القانون، ولذا فقد خلصت اللجنة إلى الملاحظات الآتية. أولاً، ينص البند ح من المادة 9 من الدستور على أنه يتأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية، ولذا فإن مشروع القانون المعروض يتوافق مع هذا النص الدستوري، حيث يحدد التخطيط العام للمدن والقرى مواقع الممرات المائية وحيز التوسع العمراني في المستقبل ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه. ثانياً، إن مشروع القانون المعروض يحقق الحفاظ على البيئة الطبيعية لمملكة البحرين وتخفيض درجات الاحتباس الحراري وإضافة المنظر الجمالي على المناطق الساحلية وتوفير مساحات ساحلية أكثر للترفيه والاستجمام وتوفير البيئة التحتية اللازمة للسياحة البحرية ووسائل النقل البحري. ثالثاً، إن مشروع القانون المعروض عدل نص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني بإضافة عبارة الممرات المائية وعبارة ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه، وهذا يؤدي إلى تأمين الممرات المائية وقنوات الملاحة المطلوبة بهدف تخفيض التأثيرات الناجمة من خطط التنمية العمرانية. هذا فضلاً عن أن أعداد المخططات الواقعة في البيئة البحرية تقضي أعداد الدراسات البيئية اللازمة وتقييم الأثر البيئي كشرط للحصول على الموافقة التخطيطية،
وغنى عن البيان أن تلك الدراسات تستلزم مراعاة الممرات المائية وتحديد مجالاتها وعدم الإخلاء بها، وكذا الأخذ في الاعتبار الحيز العمراني وتوسعاته المستقبلية. رابعاً، أن إدراج الممرات المائية ضمن الأسس التي يعتمد عليها في تحديد التخطيط العام للمدن والقرى أسوى بمواقع الخدمات العامة والمناطق الأثرية يجعل في هذه الممرات أحد ضوابط التخطيط العام المشار إليه وأحد محدداته. خامساً، أن الإضافة الواردة بمشروع القانون على نص المادة 3 من القانون التخطيط العمراني جاءت تأكيداً للحماية التي يتعين على المخطط العام للمدن والقرى تحديدها فيما يتعلق بالممرات المائية وضبط أماكنها في إطار التخطيط أسوى بتحديد مواقع الخدمات العامة والمناطق الأثرية اللتان تحظيان بالتحديد والأهمية لدى أعداد المخطط. ولذا فقد انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون المعروض، وشكرا. شكرا جزيلا. الدكتور محمد علي حسن، تفضل. شكرا معالي الرئيس. حبيت في البداية أن أبين أن طبعا الكل يعلم أن موضوع الممرات المائية موضوع مهم، وهي كما هو معروف في التعريف أن هي الأنهار أو المضايق أو الخلجان أو أي ممرات مائية موجودة على السواحل، وهذا الأمر موجود في البحرين باعتبار أن البحرين أمر هذا الأمر مهم فيها، لأن البحرين تعتبر من الدول الجزرية الصغيرة التي يجب أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية هذه الممرات المائية وبالذات الممرات الموجودة على السواحل. فكما هو معروف نتيجة لتغير المناخ أي ارتفاع في درجات الحرارة في البحار أو المحيطات ستؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه، وبالتالي هذه الممرات المائية ستتعرض للضرر. فأنا محتاجين إلى مزيد من اتخاذ التدابير والاحتراز والتكيف للتغلب على هذه المشكلة. وجود هذا النص في القانون بعد التعديل أعتقد أنه جاء في محله، فكل ما هو مطلوب أن يقوم المجلس الأعلى للبيئة والإدارة العامة للتخطيط العمراني أو أي جهات حكومية مختصة بوضع المعايير واللوائح اللازمة لتفسير وتنفيذ هذا التعديل في القانون. فأنا أعتقد هذا ربما لم يرد في التعديل، لكن أنا أتوقع أنهم سيأخذون الاحتياطات والتدابير اللازمة لوضع معايير واللوائح لتطبيق هذا الاقتراح. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الدكتورة فاطمة الكوهجي، تفضلي. شكرا معالي الرئيس. أنا أحس أن هذا المشروع جاء ما أقول في وقته، إحنا فقدناه من زمان، والسبب أن إحنا نعاني الكثافة اللي صايرة السكانية في مناطق، وبعدين تقسيم المناطق سواء هما تكون يعني تابع للوزارة ولا بالخاص. اللي يزعل أنا كبحرينية أنا عايشة في منطقة إن تكون المنطقة هي مكتظة وتيجي الخدمات مثلا مثل البلدية ولا أي مكان تقسم هالمناطق بحيث إن هي ما تحط في اعتبارها لها التضاريس ولا تحط اعتبارها مثل ما ذكروا الأخوان لتكون مسطحات مائية. من الجميل جدا أن يكون هناك قانون اليوم في بلادنا يحاسب اللي يأثر على هالتضاريس هذه. يعني إحنا يكون عندنا مناطق هي تكون مثلا مثل تلة، ليش وزارة الإسكان ترفع التلة وسويها مسطح أرض عادي ما تسوي البناء إن يكون من التلة إلى تحت؟ التضاريس الموجودة إحنا في بلادنا تضاريس قليلة، ولكن جمال الدولة جمال المنطقة تكون بحفاظ على هذه التضاريس. لذا أنا أشجع أن هذا القانون يكون في محله، وبالعكس إحنا نفتقده، واليوم إن شاء الله يكون عندنا شيء نعتمد عليه. شكراً. شكرا جزيلا. دكتور عبد العزيز أبول، تفضل. شكرا معالي الرئيس، وأسعد الله صباحك وصباح الجميع بكل خير. معالي الرئيس، أنا ما عندي تعليق بس في ملاحظة بسيطة مش واضحة.
في إضافة يعني الممرات المائية ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه. بس أنا ما وضحت لي كيف تكون ممرات مائية في أراضي مغمورة بالمياه؟ إذا هي مغمورة بالمياه فيعني ما شفت إنه وين الممرات المائية. يمكن الحديث عن الدفان، ما أدري إذا كان هذا المقصود به، يعني المقصود إنه عنده إجراء الدفان، إجراء عملية الدفان، الحفاظ على ممرات مائية. بس إذا نتكلم عن أراضي مغمورة بالمياه فممرات المائية تبين يعني الصياغة شوية مربكة يعني أو غير واضحة. شكرا معي رئيس. الأخ يوسف الغتم تفضل. طال عمرك نشكر رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة على تقريرهم ونوافقهم الرأي في رئيس الموافقة في توصية الموافقة على المشروع. المشروع طال عمرك جدا مهم للحفاظ على البيئة وعلى جميع جمال المنطقة، ويعني نص مشروع القانون على أساس المحافظة أو تحديد القنوات المائية وتحديد القنوات المائية في المناطق المغمورة بالمياه. وطبعا هذا الموضوع جدا مهم خاصة بالنسبة لمملكة البحرين، وطبعا يؤكد على مواقعها ويجعل من القانون تأمينها والحفاظ عليها، وعلى وفي نفس الوقت الله يسلمك يعني يجيز للمخطط التوسع في بعض المناطق لإضافة الله يسلمك الميزة الجمالية والترفيهية لمواطنين المناطق في المدن والقرى. وفي هذه المناسبة ودي أن أشيد بموافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي انعقدت تاريخ 11 من هذا الشهر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، طبعا بموافقته على قرار تعميق القناة الواقعة جنوب المعامير لتخدم منطقة خليج توبلي، وطبعا تقوي تدفق التيار المائي من المنطقة. وطبعا أيضا موافقتهم على خطة شاملة لخليج توبلي طبعا تحافظ على طبيعته البيئية وتجمل المنطقة المحيطة به وتحسن دوران حركة المياه وتدفقها طبعا بحفر القناة الجنوبية لقناة المعامير، بالإضافة إلى إنشاء 12 ممرا مائيا في المعبر الواقع أسفل شارع الشيخ جابر الأحمر الصباح، وعلى أساس يعني يقوي التيارات الموجودة هناك وفي نفس الوقت يحافظ على البيئة. فكل الشكر والتقدير. شكرا معالي الرئيس. الأخ عبد الرحمن جمشير تفضل. شكرا سيدي الرئيس. سيدي الرئيس صراحة يعني يجب أن نشكر الأخوة في مجلس النواب على تقديم هذا الاقتراح بقانون الذي حظي على توافق من مجلس الشورى وكذلك من الجهات الرسمية الحكومة بالذات. يعني هذا التعديل سوف يتوافق مع النص الدستوري الخاص بالتخطيط العمراني، وكذلك يعني سوف يضفي لمسة جمالية على التخطيط وعلى المدن الجديدة، وخصوصا أن يعني اترك مجال للممرات المائية ومرور القوارب بين المدن سوف يضفي جمال على هذه المدن. وأنا أعتقد أنه يجب علينا أن نوافق على توصية اللجنة بالموافقة. وشكرا سيد الرئيس. شكرا. رئيس اللجنة الأخ فؤاد الحاجة تفضل. معالي الرئيس أعتقد أن جواب الطرح سعادة الدكتور عبد العزيز عبر
هو في الصفحة 46 من تقرير اللجنة، في ثالثا موضح فيه ان هذه الممرات المائية الا تصل الى الاراضي المغمورة بالمياه، والدراسات وضع الدراسات والأسس والمعايير مع المجلس الأعلى للبيئة والجهات المختصة حتى يكون دوران المياه في وسط الأراضي المغمورة بالمياه، وضع قنوات، شق قنوات مثل ما هو حادث اليوم في شرق سترة مدينة سلمان، هذا هو المقصود فيه، أراضي مغمورة في المياه وسط أراضي اللي هي استحدثت للإسكان. وكل هذا لابد أن يتم مع التخطيط العبراني باعتباره هو الجهة المسؤولة، لابد أن يتشارك في الدراسات والآراء وتبادل الآراء مع الجهات المعنية، واللي أهمها المجلس الأعلى للبيئة لضمان الأمور، وضع الأمور الفنية التي تراها البيئة وهي الجهة، المجلس الأعلى للبيئة وهي الجهة المختصة حتى تضع الأسس والمعايير للتخطيط العمراني لكي يكون بدوره، لأنهم أعلم، والأمور الفنية في عرض الممر المائي، عمق الممر المائي، جريان تدفق المياه في هذا الممر حتى لا تكون هناك مياه راكدة تسبب في جذب الحشرات والهوام، هذه كلها أمور وأسس عند المجلس الأعلى للبيئة. وإحنا إن شاء الله متأكدين أن بيكون هناك نوع من التعاون المستمر بين التخطيط العمراني والمجلس الأعلى للبيئة للمحافظة أو للقيام بهذه تنفيذ مشروع هذا القانون على الوجه الأكمل. شكرا سيد الرئيس. الموافقون على مشروع القانون من حيث المبدأ؟ الموافقون على مشروع القانون من حيث المبدأ أغلبية موافقة. تفضلي اقري المواد مادة مادة ابتداء من مسمى المشروع. مسمى القانون: مشروع قانون رقم لسنة بتعديل المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني. الموافقون على مسمى المشروع؟ أغلبية موافقة. تفضلي. نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2005، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه. الموافقون على الديباجة؟ أغلبية موافقة. المادة الأولى؟ يستبدل بنص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني النص الآتي: يحدد التخطيط العام للمدن والقرى الاستعمالات المختلفة للأراضي التي تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية واحتياجات المواطنين بها، مع تحديد مواقع الخدمات العامة والممرات المائية والمناطق الأثرية إن وجدت بهدف تأمينها والمحافظة عليها، وفي جميع الأحوال يراعى عند إعداد أي برامج وأولويات التنفيذ وتحديد حيز للتوسع العمراني في المستقبل ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه. الأخ علي العرادي تفضل. شكرا معالي الرئيس، والشكر موصول للرئيس وأعضاء اللجنة. معالي الرئيس، طبعا نحن نعدل القانون صدر في 94، وأتصور بأن أيضا تعديل هذه المادة التي قطعا تحتاج التنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة، يعني
كجهة معنية مسؤولة، وبالتالي أعتقد بأننا نضيف في آخر المادة المغمورة بالمياه وذلك بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة. واحد. اثنين، أعتقد كذلك أننا يجب أن نشير في بداية هذا القانون، لأن نحن نعدل القانون المرسوم الصادر عام 1994، لم تكن الذاكرة المرسوم بقانون رقم 47 لعام 2002 أنشأ المجلس الأعلى للبيئة، وبالتالي يجب أن نشير إلى مرسوم إنشاء المجلس الأعلى للبيئة في بداية هذا المرسوم إذا كنا سنضع مادة تحيل التنسيق دائما للمجلس الأعلى للبيئة، فلدي تعديل. شكرا. سعادة الوزير تفضل. شكرا مع الرئيس، وشكرا للأخوات والأخوة المداخلين. أنهت أختي سعادة العضو دلال الزايد بالطلب أن يعاد تقرير اللجنة، وأنا صراحة أؤيد ذلك بالرجوع إلى المادة 105 بند 2 من اللائحة، لأن هناك تعديل. وصراحة يعني طلبي لإعادة اللجنة لأمر محدد. طبعا أنا فهمت الآن هناك توافق بين بعض الأخوان الأخوات الأعضاء والأخوان في البيئة، ولكن أمر محدد. أنا ما أعتقد في إشكالية على التعديلين بكل أمانة. اللي سمعناه من الأخت جميلة هي التعديل على إضافة المحميات الطبيعية والباقي يبين في الورق، ولكن الأخت دلال أعادتنا إلى تقرير اللجنة، وطبعا وهذا رأي معتبر من المجلس الأعلى للبيئة. ولكن الإشكالية الوحيدة سلامكم الله أن عند المحميات الطبيعية إضافت إلى هذه المادة لا إشكال مطلقا، الإشكال فقط في قضية إضافة عبارة الرجوع للجهات المعنية لإعداد الدراسات البيئية والاقتصادية والعمرانية. السبب، هذه المادة تتحدث عن، نأخذها من بدايتها، يحدد التخطيط العام للمدن والقرى الاستعمالات المختلفة. هذه المادة تتكلم فقط عن الاستخدامات أو الاستعمالات المختلفة للأرض. المادة التي تتحدث عن الدراسات البيئية والاقتصادية والعمرانية بخلافها المادة 2 رأساً قبل هذه المادة مباشرة. تقول المادة 2 تتولى وزارة الإسكان، هذا قبل، هذا في أصل المرسوم 294 قبل أن يعدل في 2005. 2005 حال هذا الاختصاص إلى هيئة للتخطيط العمراني. لنقرأ المادة 2 ونقول تتولى الهيئة التخطيط العمراني أو كليهما بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة إعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى بحيث تكون عامة وشاملة ومحققة للاحتياجات العمرانية وقائمة على أساس من الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية. تقريبا نفس النص اللي تقدمه بالإخوان في من المجلس الأعلى للبيئة، الرجوع للجهات المعنية إعداد دراسات البيئية والاقتصادية والعمرانية مذكورة في المادة السابقة تحديدا. لذلك أعتقد أن قضية الدراسات تكون في المادة 2 وقضية الاستخدامات للأرض تكون في المادة 3. نحن الآن نتكلم عن 3. أتمنى مع الرئيس أن يرجع الموضوع إلى اللجنة المختصة بحضور المختصين في المجلس الأعلى للبيئة وما تراه اللجنة من جهات أخرى من أجل إحكام النص وعدم الخلط ما بين النص في المادة 2 والمادة 3. شكرا مع الرئيس. شكرا جزيلا. إذن الآن في توجه إلى إعادة المادة إلى اللجنة. ها أبو محمد تفضل، رئيس اللجنة الأخوان الحاجي. معالي الرئيس، احنا ما عندنا مانع من إعادة اللجنة، بس خلنا نسمع الاقتراح. هذا الاقتراح ايه؟ هو الممرات المائية، عفوا ايه؟ إضافة المحميات الطبيعية بعد الممرات المائية، ثم إضافة بعد التخطيط العام الرجوع للجهات المعنية لإعداد الدراسات البيئية والاقتصادية والعمرانية. نعم، هذه بالنسبة إلى التعديل اللي أوردته الأخ جميلة. نعم. الأخ جميلة. بالنسبة إلى أيضا أثارت الأخ دلال موضوع آخر، هي متوافقة مع هذا التعديل، وأيضا سعادة الوزير أثار الموضوع، فإحنا نقول بدل ما أن إحنا الآن نوافق على شيء مطروح الآن في الجلسة يحتاج إلى مزيد من الدراسة مع الأخوان في البيئة ويمكن في التخطيط العمراني، وتأتونا بالصيغة المعدلة بالتوافق مع جميع الأطراف.
شو رأيك؟ والله لا تعامر فيه. على كل أخوان أنا أعتقد الآن هي طبعا هي المادة الأساسية هي هذه المادة اللي راح تعود، وبالتالي إن شاء الله لما يأتينا التقرير التكميلي من اللجنة سنعيد الموضوع إلى مجلسكم الموقر لاتخاذ القرار المناسب فيه. الموافقون على إعادتها إلى اللجنة، المادة الأولى للجنة لمزيد من الدراسة، أغلبية موافقة. مشكورين، مشكورة. اقترحت عليكم اقتراح بالنسبة للخطاب الملكي السامي أن يعود إلى اللجنة، واللجنة بعد أن تحزم أمرها وتعيد صياغتها بناء على المداخلات ترفع إلى مكتب المجلس، ومكتب المجلس سيعتمد الصيغة النهائية لمشروع الرد. وانتوا وافقتون ولا لا؟ الحين يقول لي الأخ المستشار القانوني يجب أن يكون هناك تصويت على هذه الموافقة. الموافقون أغلبية موافقة. طيب ننتقل إلى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجارات العقارات الصادرة بالقانون رقم 27 سنة 2014 المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب. تفضل. شكرا معالي الرئيس. أرجو تثبيت التقرير أو الموافقة على تثبيت التقرير في مطبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في المطبطة؟ أغلبية موافقة. تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2014 المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب الموقر، وذلك بناء على قرار مكتب المجلس باجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 20 أكتوبر 2019 بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والتي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، والذي يتألف فضلا عن الديباجة من مادتين، حيث أضافت المادة الأولى منه فقرة جديدة برقم جيم إلى المادة 4. هذا نصها: يجب تحديد الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة، كما أضافت أيضا الفقرات جيم ودال وها إلى المادة 6 ونصوصها كالآتي: جيم، لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي لا تتضمن الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة. دال، لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي إلا بموافقة المحافظ المختص. ح، لا يجوز توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. بينما جاءت المادة الثانية منه تنفيذية، يهدف هذا المشروع بقانون إلى حماية الأسرة وأفرادها وحفظ كيانها تطبيقا لما نص عليه البند 6 من الفصل الأول من ميثاق العمل الوطني المتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع، وعملا بما نصت عليه المادة 5 من دستور مملكة البحرين حماية البيئة السكنية للأسرة بتوفير عوامل الأمن والطمأنينة بما يحفظ كيانها ويحمي قيمها وحفظ التماسك المجتمعي والنسيج الاجتماعي بتحقيق اشتراطات وضوابط الأمن والسلامة المقررة في شأن السكن العائلي. ناقشت اللجنة مشروع القانون المذكور سابرة أغواره، متقصية أبعاده، بالغة ببحثها منتهى، واستعرضت مواده فقرة فقرة متحرية معناها ومغزاها، وثم تبادل وجهات النظر بشأنها من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة في حضور المستشارين القانونيين، واطلعت على مرئيات الجهات المعنية وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدا على سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية. وخلصت اللجنة إلى الملاحظات الآتية:
الآتية: أولاً، إن اللجنة تدارست جميع الملاحظات التي أبداها أصحاب السعادة أعضاء المجلس في الجلسة السادسة بتاريخ 14 جمادى الأولى لسنة 1440 للهجرة، والجلسة الثانية عشرة بتاريخ 26 جمادى الآخرة لسنة 1440 للهجرة بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس بخصوص تقريري اللجنة السابقين، وأخذت جميع الملاحظات والآراء بعين الاعتبار في وجود ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وممثلي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بهدف الخروج بصيغة متوافق عليها من أجل تحقيق أهداف وغايات مشروع القانون المعروض. إن اللجنة توافقت مع قرار مجلس النواب الموقر في إضافة البند جيم إلى المادة 4 كما ورد بمشروع القانون، والتي تنص على أنه يجب تحديد الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة، بحسبان أن هذه المادة تناولت في فقرتيها ألف وباء تحديد مدة العقد وتحديد مقدار الأجرة، خاصة أن الفقرة باء نصت على أنه ويراعى في تقدير الأجرة حالة العين المؤجرة ومساحتها والغرض المعدة له. رأت اللجنة التوافق مع قرار مجلس النواب في إضافة الفقرة جيم إلى المادة 6 كما جاءت بمشروع القانون، بحيث لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي لا تتضمن الغرض التي تستخدم فيه العين المؤجرة، والحكمة في ذلك هو تناسق وتناغم النصوص القانونية مع بعضها البعض، بحيث يكون هذا البند متفقا مع ما ورد بالبند جيم من المادة 4 من القانون على النحو السالف الذكر. توافقت اللجنة مع قرار مجلس النواب في إضافة البند هاء إلى المادة 6 كما جاء بمشروع القانون، والذي ينص على أنه لا يجوز توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. وهذا النص يقرر حماية المالك تجاه المستأجر سيء النية الذي لم يقم بتسجيل عقده. أضف إلى ذلك فإن الفقرة ألف من المادة 8 من قانون إيجار العقارات القائم قد وضعت جزاء على عدم تسجيل عقد الإيجار هو عدم قبول الدعاوى والمنازعات أمام القضاء إذا كان محلها عقد إيجار غير مسجل. فإن اللجنة توصي بالتمسك بتوصية اللجنة السابقة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2014 البناء المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، وكذلك الموافقة على نصوص مشروع القانون وذلك على التفصيل الوارد في الجدول المرفق. شكرا علي الرئيس. شكرا جزيلا أخ دكتور محمد. نفتح بالنقاش في مشروع القانون. أخ جميلة تفضلي. شكرا معالي الرئيس. بداية لابد أن أوجه الشكر للجنة، لأن حقيقة أنا أشوف الحين بعد التعديلات الأخيرة اللي أجريت على النصوص المعدلة أعتقد بأن تم أخذ جميع الملاحظات سواء لأثارها الأعضاء في الجلسة السابقة أو بالنسبة إلى ملاحظات الحكومة، فوصلت إلى هذه الصيغة النهائية. أنا أعتقد هذه الصيغة التوافقية اللي توافقت مع الحكومة. أنا معالي الرئيس طبعا يعني كنت بس بأكد على موضوع أهمية تحديد الغرض في العقد. لن أكرر ما الأسباب اللي ذكرتها اللجنة، ولكن أضيف من الواقع العملي بأن ضرورة تحديد الغرض في العقد، لأنها تحديد الغرض راح يسد النزاع أو الإشكاليات ما بين المؤجر والمستأجر، أي أن الغرض هو يعني نصة لمصلحة الطرفين العلاقة، وخصوصا ان في الواقع العملي هناك نزاعات، خصوصا اذا لم يحدد الغرض في لما توصل القضايا الى المحاكم، في هناك المؤجر الذي يدعي بان هذا ان المستاجر قد استخدم العين المؤجره في غير الغرض اللي تم الاتفاق عليه، وكان يعني انا قمت بالاتفاق معك العين كسكن وهو استخدمك لنشاط التجاري. وايضا بالنسبه الى المستاجر نفسه
نفس الشيء، يعني هو قد يدعي بأن أنا استخدمت اتفقت على هذا الغرض، بينما أن العين غير مهيئة لهذا الغرض، وغيره طبعا من الحجج. فتحديد الغرض في العقد هو من الأهمية بمكانه، خصوصا أن التشريعات في القوانين المقارنة والتعديلات التي أجريت على التشريعات الحديثة في القوانين المقارنة تم أخذ الاعتبار تحديد الغرض في العقود من أحدثها، طبعا قد يكون ليس من أحدثها، يعني كل متابعتي لكل القوانين الحديثة ومنها دبي اللي يمكن من أكثر مناطق الخليج اللي فيها الحركة الإيجارية يعني كبيرة، تم النص بضرورة تحديد غرض العقد من ضمن البيانات الجوهرية والمهمة الذي يجب أن يتضمنها عقد الإيجار. فهذا التعديل اللي أجري على المادة 4 أنا أعتقد بالمجمل هو يتوافق مع ما جاء بالمادة من البيانات الجوهرية المطلوبة إدراجها في عقد الإيجار. لخص من المؤيد. شكرا سيدي الرئيس. أنا طبعا أوافق مع قرار اللجنة، وأتصور أن هالنوع من القانون البحرين في أمس الحاجة له، بحسب يعني عملي مع الجمعيات العمالة الوافدة، يعني يوجد الكثير من العمال الوافدين في وسط القرى في البحرين، وهذا طبعا يعني يثير استياء لكثير من المواطنين مع أولادهم وبناتهم. فيعني المفروض أن يكون هذا القانون يعني يطبق ولا يسمح للمساكن العمال أن تكون في القرى العائلية. ولكن لدي سؤالين للمسؤولين، هو يعني ما هو وضع المساكن العمالية اللي موجودة حاليا في البحرين؟ يوجد الكثير من المساكن، هل هذه المساكن سيتم إخلاءها من قبل العمال أو أن يعني سيوجد؟ وثانيا السؤال الثاني هو هل توجد يعني مساكن مدعومة من قبل الحكومة لهؤلاء العمال، لأن سيسبب أزمة كبيرة للعمال إذا أخليناهم من مساكنهم الموجودة، لا توجد بنايات مدعومة من قبل الحكومة حتى يمكنهم أن يسكنوا فيه، ولا توجد مناطق مخصصة للعمال الأجانب مثل ما موجود في الدول المجاورة. شكرا. شكرا جزيلا. الأخ أحمد الحدر تفضل. شكرا مع الرئيس، وشكرا موصول إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على التقرير الوافي المسهب. في الواقع طبعا المقصود من هذا التعديل هو حماية الأسرة البحرينية وطمأنينها كما ذكر، والمقصود طبعا هم العمال العزاب الأجانب الذين يتواجدون في مناطق سكنية في كثير من مدن البحرين، سواء المنامة والمحرم أو سترة والمعامير وإلى آخره. مع الرئيس أعتقد يعني هذا التعديل جدا مهم بالنسبة إلى العمالة الوافدة، ولكن هناك سؤال إلى المسؤولين إذا ممكن الإجابة عليه. في بعض الأحيان ربما يتم التلاعب على هذا القانون، بمعنى تؤجر العين المؤجرة إلى عزاب خلال مثلا أناس معينين يتلاعبون في عقود الإيجار، وفي هذه الحالة كيف لنا إذا كانت هناك ألوف من العمالة الوافدة في البحرين، كيف لنا أن نتأكد من التزام هؤلاء العمال بهذا المضمون وبهذا التعديل؟ أعتقد أن هذه ليس مسألة بسيطة، وإذا كانت الجهات المعنية عندها الإمكانيات المالية أو الأفراد للقيام بمثل هذه المراقبة. وشكرا سيدي. شكرا جزيلا. الأخ دروش بن ناعي تفضل. شكرا سعادة الرئيس، وأشكر اللجنة على ما توصلت إليه، وأنا أؤيد ما ذكرته، لكن أنا أرى أن يرافق هذا التعديل وجود مناطق سكنية للعمال العازبة في كل محافظة إذا أردنا تشجيع الاستثمار ووجود مصانع. شكرا. الأخ خميس رميحي. رئيس، طبعا هذا القانون هو قانون حقيقة جدير بالموافقة عليه، خصوصا أنه يحمي الأسر البحرينية من طبعا مشاركة العمالة الأجنبية لهم في الأحياء السكنية لهم،
ولكن هناك الحقيقة يمكن يعني لفت نظري في التعديل أن المواد التي أجرت عليها التعديل لم تضيف بند يحدد الفترة لتسجيل العقود. يعني طبعا لا يمكن يترك هذا الموضوع على كيف الإدارة المختصة أنها تسجل أو توافق على تسجيل العقود في وقت ما تشاء. يجب أن يحدد في القانون أيضا وقت لتسجيل العقود حتى لا يتضرر أيضا أصحاب الأملاك في أملاكهم إذا كان هناك موافقة على الإيجار أو تسجيل العقد. فيجب أن تكون يعني على الأقل لا تزيد عن أسبوع واحد يعني كحد أقصى. وأعتقد أن هذه الفترة كافية للموافقة على تسجيل العقد أو إعطاء العقد صفة النفاذ. شكرا معي الأخ. شكرا. إذا عندك اقتراح مكتوب طرش لنا إياه. إذا في اقتراح محدد كي يناقشه المجلس. نعم. رجع أن كتبه تشوفه أي بند لما شكرا معي هذا معي الرئيس. سعادة الوزير تفضل. شكرا الأخ رئيس. بالنسبة لاقتراح الأخ خميس أعتقد إذا في اقتراح جوهري لازم يرجع القانون للجنة لأن لا نعلم. إحنا حاليا نتكلم فقط عن مادة واحدة من ضمن قانون شامل، ربما يكون هذا مورد في مادة أخرى أو ربما يكون محل التعديل في مادة أخرى ليس المادة نفس ما واجهناه قبل قليل في القانون السابق. بالنسبة لتساؤل الأخ العضو من المؤيد، إذا كان هناك مساكن مدعومة للعمال أو مناطق مخصصة للعمال، طبعا مؤخرا أجرت السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب تعديل على قانون الأراضي الصناعية. سابقا كان استخدام الأراضي الصناعية فقط الاستخدام الصناعي تحديدا ولا يتعداه إلى غير من الاستخدامات. طبعا أنتم في السلطة التشريعية أجريتم تعديل على هذا القانون، أصبح من حق الوزير من خلال قرار من الوزير إضافة استخدامات أخرى ونص عليه القانون أيضا، هي قضية الخدمات والسكن أيضا. على حد علمي حاليا في المنطقتين السكنيتين عفوا المنطقتين الصناعيتين بالحد الرئيسيتين تقريبا في البحرين حاليا هناك مجمعين سكنيين كبيرين للعمال من نفس المنطقة، ففعلا موجود من هذا. ولكن طبعا مزيد من التوجه من أجل تفريق الأحياء السكنية من العمالة خاصة العازبة تكون طبعا أكثر تنظيما وإحكاما أمنيا واجتماعيا وخلاف ذلك. شكرا لك رئيس. سعادة الوزير في سؤال آخر من الأخ أحمد الحداد بعد، وإذا تجاوبون عليه. أحمد كان يسأل مدى قدرة الجهات المعنية بمراقبة التزام العمال بتنفيذ القانون. أحمد هاي سؤالك؟ طبعا عندما يصدر القانون من جلالة الملك يصبح ملزم لكل الأطراف المخاطبة به سواء كان الجهة الحكومية أو غيرها من الجهات، فهذا لا شك فيه. وطبعا السلطة التشريعية من خلال الإخوان مجلس النواب لديهم السلطة الرقابية على مدى التقيد وتنفيذ هذا القرار. شكرا مع الرئيس. الأخ رئيس اللجنة. شكرا معالي الرئيس. أنا أتفق مع الأخ جميلة سلمان لأن وقت إعداد مشروع القانون هذا مع واستدعانا مع بعض الجهات لاستئناس برأيها كانت الأخ جميلة معانا في اللجنة وحضرت كل الاجتماعات ومشكورة يعني تقاريرنا كانت والحمد لله، وإن شاء الله نتمنى تكون مثل ما كانت الأستاذة جميلة معانا. صعوبة التحديد مثل ما تفضلت الأستاذة جميلة، في جهات مختلفة لابد من الحصول على موافقاتها هذا حتى يسجل العقد، فوضع مدة زمنية لهذا التسجيل فما بيكون من يعني مصلحة لا المؤجر ولا المستأجر بين عدة جهات، هو خدمات توصيل، خدمات كهرباء وماء، موافقة المجلس البلدي أو الأمانة العامة، تحديد العقد من الأجار والموافقة عليه. فلما تضيف كل هالشروط هذه ونحدد فترة زمنية سبوع سبوعين أو شهر، في الأول والأخير العقد ما بيكون
يعني موصل لأي خدمة اللي هي مهمة، الكهرباء والماء، ما لم يسجل هذا العقد. فهذا للمستأجر أو مالك العقار إذا كان هو إلا بيسجل، إذا كان مو مسؤولية المستأجر مسؤولية مالك العقار، هو إلا يعني بيجتهد في العصول على هذه التراخيص حتى يسجل هذا العقد، ويكون المستأجر حامي نفسه والمؤجر حامي نفسه إذا أخل أحد الطرفين بشروط عقد الإيجار. فهذا التصور اللجنة، وأرجو من الوافق من الأخوان في الموافقة في المجلس على هذا المشروع. الأخوان في وزارة العدل تفضلوا. شكرا مع الرئيس. بداية نشكر اللجنة على تقريرها، والأمانة احنا اجتمعنا باللجنة اجتماعات يعني متعددة حول هاي الموضوع، وتدارسنا الموضوع بشكل مستفيض ولحد ما وصل إلى الصياغة اللي موجودة. بالنسبة للنص اللي موجود محل النقاش اللي يتعلق بالسكن العائلي، هي الفكرة كانت أن الأصل أن المكان اللي أنت تسكن فيه يعني مكان معد للسكن طبيعة الحال عقود تكون سكنية، فأنا مو محتاج هني أي إجراء ولا حتى من أي جهة. شكرا. الفكرة كان هو مثل ما تفضلوا وتفضل سعادة الوزير والأعضاء، أن كان في معالجة لمسألة سكن العمال أو العزاب في المناطق السكنية، فهذا استثناء لأصل مشروع يعني، وبالتالي الشخص اللي يعني يود أن يستخدم سكن معدل مبنى معدل السكن العائلي في استخدامات أخرى أو لسكن عمال يتوجب عليه أن يستصدر إذن من الجهة المختصة. هاي الجهة احنا عطيناها مساحة بالقرارات على أساس تتخذ حسب ظروف المنطقة، حسب ظروف الغرض اللي راح ينشأ في مكان عائلي، قد يكون في حاجة له مثلا جمعيات خيرية مثلا تؤجر مثلا شقق في 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 مناطق سكنية، ولكن هذا غرض مو سكن عائلي، ولكن هذا الغرض قد يكون مفيد للمنطقة يعني. وبالتالي هي توصل في الأخير مع اللجنة إلى وضعها تكون لدى الجهة المختصة من البلديات والأمانة في العاصمة أنها تضع الضوابط والشروط وحسب المدة اللي هي تشوفها فيها. شكرا معي الرئيس. شكرا جزيلا. طيب أخوان، أعتقد أن نكتفي بهذا القدر من النقاش، وحيث أن هذا القانون قد تم التصويت عليه من حيث المبدأ في جلسات سابقة، ننتقل إلى مناقشة التقرير مادة مادة. تفضل أخ المقرر. مواد مشروع القانون الديباجة. توصية اللجنة حذف عبارة وعلى المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات وتعديلاته. وصل. إضافة عبارة وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 وتعديلاته، وذلك إعمالا لتوصية اللجنة في المادة 6 البندال، بإضافة عبارة إلا بموافقة البلدية المختصة أو الأمانة المختصة. وبالتالي يكون نص الديباجة كالآتي: نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 96 في شأن الكهرباء والماء، وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم 35 لسنة 2001 وتعديلاته، وعلى قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2014، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه. شكرا. أي ملاحظات؟ الموافقون على نص الديباجة وأغلبية موافقة. اللي بعده. المادة الأولى، الموافقة على مقدمة المادة كما وردت في مشروع القانون. المادة أربعة البند جيم، الموافقة على المادة كما وردت في مشروع القانون. طيب، الموافقون على مقدمة المادة وأغلبية موافقة. مادة أربعة. المادة أربعة البند جيم، الموافقة على المادة كما وردت في مشروع القانون. الموافقون على توصية اللجنة مادة أربعة بند جيم وأغلبية موافقة. المادة ستة البنود جيم ودال وها، الموافقة على المادة كما وردت في مشروع القانون مع تعديل البند دال ليكون نصه على النحو الآتي:
دال لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي إلا بموافقة البلدية أو الأمانة المختصة ووفقا للضوابط التي تحدد بقرار منها بعد موافقة الوزير المعني بشؤون البلديات. طيب نصوت على البند جيم أولا. الموافقون على البند جيم؟ أغلبية موافقة. تصوت على البند دال المعدل؟ أغلبية موافقة. ونصوت على البند هاء؟ وأغلبية موافقة. نصوت على المادة السادسة بمجموعها؟ وأغلبية موافقة. تفضل المادة الثانية. الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون، هذه توصية اللجنة وقرأ. والنص كالآتي: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. شكرا. الموافقون على نص المادة الثانية؟ شكرا جزيلا. الموافقون على مشروع القانون في مجموعة؟ شكرا جزيلا. ننتقل للبند التالي من جدول الأعمال، وهو تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد زاء إلى المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة المقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزاير. فتفضل مقرر اللجنة. بداية أطلب تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة؟ وأغلبية موافقة. تفضل. تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد زين إلى المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدا لسلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية، حيث تنص ديباجة المادة 6 من قانون الميزانية العامة على أنه يتعين على الوزارات والجهات الحكومية التنسيق مع الوزارة لضمان تحقيق المتطلبات التالية. وينص البند زين المقترح إضافته على أن تكون الموازنات مستجيبة لإدماج احتياجات المرأة وبما يحقق التوازن بين الجنسين. ورأت اللجنة أن فكرة الاقتراح بقانون تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي أعدها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وهي معتمدة من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وملزمة لكافة الوزارات. كما يستهدف الاقتراح بقانون تعديل قانون الميزانية العامة لتقنين الإجراءات المتبعة على مستوى الدولة، بما يضمن اعتماد الجهات الحكومية والرسمية الموازنات المستجيبة لإدماج احتياجات المرأة عند إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، وبما يحقق التوازن بين الجنسين. وبما أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني قد أصدرت التعاميم والتعليمات اللازمة لتفعيل وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وإعداد وتنفيذ الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة، ودعت لتضمين ومراعاة الجهات الحكومية لتضمين ذلك، فمن الأهمية أن يصبح ذلك بموجب نص في القانون ليضيف لمملكة البحرين في مجال تقدمها بالتدابير التشريعية تجاه المرأة، وبما يعزز من مكانتها على المستوى الوطني والدولي. وقد أخذت اللجنة بالأسباب التي بني عليها الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد زين إلى المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد، لذا انتهت بعد المناقشة إلى جواز نظر هذا الاقتراح، فالأمر معروض على المجلس الموقع لاتخاذ اللازم. توصية الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد زين إلى المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد. شكرا جزيلا. آخر الأسقاطي تفضل. شكرا معالي الرئيس. طبعا حبيت يعني نيابة عن اللجنة المالية أتقدم بشكر جزيل إلى الأخت دلال الزايد على هذا الاقتراح، واللي طبعا هو يعني جاء بصلة تعديل مادة في قانون الميزانية
اللي هو صدر في 2002 عن طريق مرسوم أي قبل 17 سنة، وجدت عليه تعديلات في 2007، وهنا كان في تعديلات أخرى في 2012 قبل 7 سنوات. الهدف طبعا من التعديل اللي جاءت باختلال زايد مشكورة هو أن يحقق الأهداف الاستراتيجية من وراء الاستراتيجية الوطنية اللي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الأميرة سميقة بنت إبراهيم رئيسة المجلس الأعلى، واللي تم اعتمادها من قبل جلالة الملك حفظه الله. إذا لاحظنا مع الرئيس أن قانون الميزانية صدر قبل سنوات، وفي نفس الوقت مع الرئيس طبعا صدر هناك موجود فيه الكثير من التعاميم اللي هي من 2011 إلى 2014، هي تعاميم وقرارات وزارية صدرت من معالي وزير المالية مشكورا، تتعلق كلها بالنهوض زين بالمرأة وتكافؤ الفرص، وأيضا أعتقد أنه هو حقق فعلا ما هو يصبو إليه اليوم المقترح. ولكن من الواجب علينا اليوم إحنا كسلطة تشريعية أن نأخذ في الاعتبار أن هذه التعاميم، هذه القرارات اللي صدرت أن تكون اليوم في صورة قانون اللي هو أقوى بكثير من هذه التعاميم من هذه القرارات. أنا أعتقد معالي الرئيس طبعا أن اليوم إحنا عندنا موجود المرأة عنصر جدا مهم في المجتمع، وهناك في احتياجات يجب أن تأخذها الميزانية في الاعتبار عندما تبدأ العملية بإعداد برنامج عمل الحكومة، ومن ثم إعداد الميزانية موافقتها، ومن ثم تنفيذ هذه الميزانية. أعتقد هو من المناسب جدا اليوم أن تكون فيك موجود مادة تتعلق بتنفيذ هذه الأهداف الجدا جدا مهمة بالنسبة إلى المرأة، وفي نفس الوقت احنا نكون حققنا نوع من الإنجاز والتكامل لما تستحق المرأة في هذا المجتمع، وخاصة عن وجود ميزانية اللي هي تكون مستجيبة فعلا لاحتياجات المرأة في المملكة. شكرا معالي الرئيس. شكرا لك خالد. الأخت دكتورة جهاد تفضلي. الشكر الجزيل إلى أختي العزيزة الأستاذة دلال الزايد على هذا المقترح الهام اللي إن شاء الله نصوت عليه بالإجماع. هذا المقترح فعلا هام، لأنه منذ أقيم المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بكين عام 1995، ومنظمة الأمم المتحدة تطالب الدول البلدان بتقييم مدى استجابة استفادة عفوا المرأة في الميزانيات العامة للدول، وأيضا هل هذه الموازنات المرصودة تساهم في تحقيق التوازن بين الجنسين. البحرين لله الحمد تعتبر من الدول السباقة في مواكبة تحقيق هذا التوازن وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، وهذه طبعا لأن لدينا قيادة واعية بأهمية ودور المرأة، وكذلك بضرورة تحقيق تكافؤ الفرص، وأيضا بفضل الجهود الكبيرة اللي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سميقة بنت إبراهيم آل خليفة الله يحفظها. فلله الحمد البحرين انتقلت بشكل فعلي من مرحلة تمكين المرأة إلى تقدمها. معالي الرئيس، نحن اليوم أمام مقترح يعزز من مسؤولية الجهات الحكومية لوضع موازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة، وأنا حقيقة متفائلة بأن يتفهم صناع القرار في الوزارات والدوائر الحكومية بمحتوى هذا التعديل، وأن الغاية منه ليس فقط تحديد أو وضع ميزانية خاصة للمرأة، ولكن تحقيق مزيد من التوازن بين الجنسين في الترقيات والخدمات. ويعني أتمنى صراحة أن نوافق جميعنا بالإجماع على هذا المقترح، وشكرا. شكرا دكتور جهاد. دكتور حمد الخزاعي تفضل. شكرا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضا إلى رئيس وأعضاء اللجنة المالية التي نظرت في الاقتراح بقانون المقدم من سعادة الأخت
دلال زايد بإضافة بند جديد زي إلى المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للمملكة، على أن تقوم الوزارات المختلفة لتأكيد كون الموازنات مستجيبة لإدماج احتياجات المرأة وبما يحقق التوازن بين الجنسين. سيدي الرئيس، لقد خطت مملكة البحرين خطوات كبيرة بفضل جهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك حفظه الله، لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية. ولا بد لنا أن نبين أن المرأة البحرينية حققت مكاسب جمة في مجال تكافؤ الفرص والمساواة بينها وبين الرجل، ولا أدل على ذلك من تساوي الأجور بينها وبين الرجل الشاغل لنفس الوظيفة، وهو أمر لا يزال غير متحقق في كثير من الدول. لقد رأى الزائد فضلي. شكرا لك معالي الرئيس، والشكر لرئيس اللجنة والأعضاء الأخ بسام بن محمد على قراءته طبعا للتقرير. أنا حبيت بس أبين في هذا الجانب، يعني إحنا الحمد لله في كذا لقاء دائما نتشرف بلقاء صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ومن خلال طبعا هذا اللقاء اللي يتم فيه تبادل وجهات النظر وأيضا يكون فيه استعراض للمجلس الأعلى للمرأة من خلال الأستاذة هالة الأنصاري مشكورة لعدد من الأمور اللي هي متطلبات أو الحاجة الآن، لدرجة أن المجلس يعني من كثر ما هو منظم في إنفاذ وتنفيذ الخطة الوطنية أنه يضع تدابير تشريعية، ماذا نحتاج اليوم في التشريع، ما تدابير تنفيذية، ما نحتاج في التنفيذ في التطبيق، وهذه جهود تكون فعلا غير تقليدية في مؤسسة رسمية تكون معنية بشؤون المرأة، وهذا اللي احنا نفخر فيه ان هم قاعدين فعلا يساعدونا في كيفية نصنع هذا التشريع. اليوم هذا حتى هذا الاقتراح هو المنبع الأساسي من منطلق من مثل هذه اللقاءات والتدابير اللي دائما يبحثها المجلس في كيف يقدر يطبقها. صحيح أن وزارة المالية مشكورة طبعا من خلال الوزير وخاصة الحين الشيخ سلمان الخليفة، أيضا جدا متعاون في هذا الجانب، وورد في التقرير وفي مرفقاته أيضا أن هناك تعاميم تصدر وتأخذ حتى طبيعة صياغة هذا التعميم توجيهي إلزامي، بورد فيه طبعا بما الأمور التي يلزم التي يراها المجلس الأعلى للمرأة اليوم تكون لإدماج احتياجات المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. فلذلك طالما هي الآن منصوص عليها في التعاميم والتي هي ملزمة وكل عند إعداد كل ميزانية عامة للدولة يتم إصدار مثل هذا التعميم وتضمينه بند مستقل، بالتالي احنا ننتقل إلى مسألة التشريع القانوني بحيث يكون نص موجود نستفيد منه. ماذا نستفيد؟ أنه يكون هناك في حتى مسألة الإنفاذ، مسألة الرقابة، مسألة حتى في تقاريرنا الدولية تعتبر خطوة متميزة للأمام بالنسبة للبحرين في هذا الجانب. طبعا حتى احنا لما نقول إدماج الاحتياجات اليوم الحمد لله حتى وزارة المالية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة هناك تدريب الكوادر كيف تدمج هذه الاحتياجات في الميزانية العامة للدولة، وفي ذات الوقت كيفية بعد يتسنى لنا مراقبة تطبيق هذا الإدماج. صحيح في مثلا مؤسسات وجهات حكومية وحتى قطاع خاص جدا متقدمين في هذا العمل، احنا يكون وظيفتنا الآن بعد مساندة اللي يحتاجون تقدم أكثر في هذا المجال. بالنهاية هذه مبادئ نعمل فيها لتحقيق عدالة
وليس فقط يعني مثل ما تفضلت الأخت جهاد وذكرت هذا الكلام اليوم حتى في الخطة وحسب توجيهات جلالة الملك احنا الآن انتقلنا من مرحلة النهوض إلى التمكين الآن إلى التقدم. فبالتالي يعني إن شاء الله يكون طبعا أنا ما راح أطلب منه يتم دعم لهذا الاقتراح لأن الحمد لله الأعضاء يعني كلهم يعني سيماهم أنهم متفقين عليه، ولكن إن شاء الله بعد أن احنا نسعى إن شاء الله أن يكون فعلا نص قانوني نضع من ضمن منظومات التشريعية المساندة للمرأة. شكرا أخي الدلال. دكتور سامي الدلال تفضلي. شكرا معالي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء اللجنة المالية وإلى مقدمة الاقتراح الأخت العزيزة دلال الزايد. بالنسبة طبعا إلى إدماج احتياجات المرأة هذا شيء مهم جدا وإحنا طبعا جميعا موافقين عليه، بما يعني وصلت مثل ما ذكروا زملائي جميعا إنه المرأة وصلت إلى مراحل متقدمة جدا وتجاوزت في البحرين بفضل الرعاية التي تحصل عليها من قبل المجلس الأعلى للمرأة. تجاوزت الحقيقة موضوع التمكين إلى موضوع الومن أدفانسمنت، تقدم المرأة اليوم. إلا أنني هنا أتساءل عن موضوع المرأة في القطاع الخاص. تشكل المرأة في القطاع الخاص بنسبة 43% تقريبا من القوى العاملة، فما هو موضوع إدماج احتياجاتها؟ أن أتصور أيضا أن الدولة يجب أن تتكفل بالمرأة سواء كانت في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، وأنا أطالب أن تدمج احتياجاتها في الميزانية العامة للدولة بأي شكل من الأشكال. قد يكون إدماج هذه الاحتياجات من قبل التأمين الاجتماعي، قد ممكن أنه نشوف أي فقرة تصلح لإدماج احتياجات المرأة في القطاع الخاص من قبل الدولة. وشكرا. شكرا جزيلا. دكتور منصور سرحان تفضل. نحن الآن أمام اقتراح بقانون الموافقة عليه واجب وطني، لأن الموافقة عليه يعني دعم المرأة في جميع ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى غير ذلك من ميادين الحياة الأخرى. معالي الرئيس، كلنا يعلم علم اليقين بأن ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين ضمنا للمرأة وكفلا للمرأة حقوقها، ولهذا المرأة البحرينية الآن هي تعيش في أعلى مراتب التقدم والرقي. والسؤال الذي نطرحه، كيف وصلت المرأة إلى هذا الجانب من التقدم ومن الرقي وأصبحت طبيبة ومعلمة وأستاذة ومحامية وقاضية إلى غير ذلك؟ جاء ذلك عن طريق مخاض كبير، لقد لعبت دورا كبيرا جدا وصبرت صبرا شديدا على ما كانت تعانيه في السنوات الماضية. معالي الرئيس، الكتب التاريخية التي تؤرخ لي تاريخ البحرين الحديث تؤكد بأن المرأة البحرينية حتى عقد الثلاثينيات كانت مهمشة ولم يكن لها دور إيجابي في المجتمع، بل كانت حبيسة منزلها لا تستطيع الخروج من منزلها إلا في وقت الضرورة، غير أن بصيص من الأمل برز للمرأة في عام 1928 عندما أسست أول مدرسة للبنات، وتعتبر الفترة من عام 1939 لعام 1944 هي فترة مناصرة المرأة إعلاميا. أقولها إعلاميا لماذا؟ لأن في هذه الفترة أسس المرحوم عبد الله الزايد جريدة البحرين، وأخذ يكتب المقالة إثر المقالة نصرة للمرأة وطالب بدمجها في المجتمع، وقد أدى ذلك إلى أن برزت بعض النسوة، قليلا من النسوة، وبدأوا يكتبن في هذه الجريدة ولكن بأسماء مستعارة خوفا من قساوة المجتمع وقساوة الرجل أيضا. معالي الرئيس، في خمسينيات القرن العشرين بدأ تغير جديد بالنسبة للمرأة، كسرت حاجز الخوف وتمردت على واقعها
وعلى العادات والتقاليد التي كانت موجودة، فاتجهت إلى بناء مستقبلها ومستقبل الأجيال القادمة. أما اليوم فإن المرأة قد حصلت على جميع حقوقها كاملة، وذلك بفضل دعم وتوجيه جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، كما أن للمرأة أن تحتفل بعام 2001 باعتباره عام المرأة بامتياز، بل عام انتصار للمرأة بامتياز، لأن في هذا العام تأسس المجلس الأعلى للمرأة، والذي هو يدافع عن حقوق المرأة وقضاياها وتمكينها. شكرا سيد الرئيس. تفضل بس مقرأ توصية اللجنة. توصية: الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن إضافة بن جديد زين إلى المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد. شكرا. الموافقون على توصية اللجنة؟ شكرا. وأغلبية موافقة. ننتقل إلى البند التالي على جدول الأعمال، اللي هو تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول أوراسيا، أوراسيا الكبيرة لحوار الثقة الشراكة، والذي أقيم في نور السلطان بجمهورية كازاخستان في الفترة من 23-24 سبتمبر 2019. أي ملاحظات عند الزملاء الأعضاء؟ تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في المنتدى البرلماني العالمي الثالث حول أهداف التنمية المستدامة، والذي عقد في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا خلال فترة من 3-5 سبتمبر. أي ملاحظات؟ إذن نكتفي بهذا القدر من الجلسة، وترفع الجلسة الأسبوع القادم إن شاء الله.